سنة ويمكن أكتر قبل التطور والفيسبوك، في مصر والشرق الأوسط بدأ لينارد مع لاندروك، واحد شيكي أما التاني فهم في شغله وألماني. عملوا سوا مكتبة عامة وسط البلد هي مكانها، شارع إبراهيم باشا. ساعتها في العشرينات كان عنوانها أجيال بتيجي وتتغير، ودي الزمن بيقول ويعيد، لسه المكان زي ما هو، تفاصيله لها ألف علامة، شايل وراه حكايات ياما. دكتور أدوارد لوملي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مرسي ان انت مستضيفنا في المكتبة الرائعة دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. بيجي لك أغلبية الناس اللي بيجوا لينارد أند لاندروك سياح ولا ناس عايشين هنا؟ في سياح وفي ناس عايشين هنا. من ده على من ده ومن ده. من ده ومن ده. لكن حضرتك كل يوم بتيجي المكان ده؟ طول الوقت أنا في المعاش، ما بيجيش كل يوم. طلعت على المعاش، طلعت نفسك على المعاش. عندي 85 سنة. حلوين أوي، كويسين. بس بيجي على الأقل مرة في الأسبوع. مرة واحدة؟ قليل أوي. ولكن في البيت لسه بشتغل كتير قوي عن الصور الأبيض الأسود بتاع لينارد لاندروك. هنحكي الحكاية من الأول خالص. حضرتك تقرب لاندروك صح؟ والفوتوغرافر الأصلي، المصور الأصلي كان لينارد، واللاندروك كان بيصور برضو ولا بس الشريك؟ بس لينارد كان بيصور. لاندروك كان النهاردة هنقول المانجر. بداية الشراكة دي، بداية لينارد أند لاندروك كانت فين؟ كان في تونس 1904. أوكي. ولينارد كان مبسوط قوي هناك. إيه اللي سفرهم أصلاً؟ هم من أصل حد بوهيميان وحد من ساكسون؟ بالصدفة. لينارد كان بيذاكر في فيينا في النمسا. ولما خلصت دروس راح ماشيا عبرت إيطاليا لباليرمو، قعد هناك أقل من سنة. كان بيتعلم الفوتوغرافيا؟ بيتعلم الفوتوغرافيا؟ هو علم تازة في فيينا. ومن باليرمو هو عرفت إنه بالمركب شراعي كان ممكن يوصل ويمكن تونس بعد 14 ساعات وعمل الرحلة. وطبعاً الأيام دول لو واحد كان عاوز يصور كان لازم يصور يفتح الكاميرا دقيقتين ثلاثة عشان النور يخش بشوية، كان كله ضعيف قوي، الإنسان مش لازم يحرك. في تونس مع الشمس كان أحسن بكتير. كان ممكن وهو أسرع. وهو بالمرة عرفت ناس هناك وكان بيتكلم فرنساوي، طبعاً كان برضو حاجة كويس. عمل شوية صور ورجع ماشياً عبر إيطاليا بالكامل وراح سويسرا. ما فيش حد عارف ليه اللي جابه في سويسرا. أيوة، لأن هو من أصل مش سويسري. هو خلاص. وفي فيفي قابلت لاندروك. باين كنا هما كانوا أصحاب. إزاي ومن إمتى ده برضو هذا أنا ما فهمتش. بس لاندروك هو ألماني، مكان تاني من لينارد، بس هما كانوا أصحاب. ولما لاندروك شاف الصور بتاع لينارد قال له مع هذا الصور ممكن أعمل بيزنس. لسه هقول لك، عمل بلين بلين. تعالى. ونفس السنة هما راجع تونس ونجحوا. بس طبعاً 1914 حرب العالمية واحد يتكلم ألماني وعنده كاميرا مظبوط، هو أكيد جاسوس. جاسوس طبعاً. برضو كان في عهد بين فرنسا وألمانيا، أي واحد المفروض يخش في السجن كان ممكن يسيبه في سويسرا. ممتاز. إذا كان هو أبداً ما كنتش في جيش، ولا لينارد ولا لاندروك أبداً ما كنتش في جيش كده. الاثنين راحوا في سويسرا، كان لازم يستنى في ده سجن معينة. شيك قوي، سجن شيك قوي اللي في سويسرا، اللي زعلانين منه نوديه سويسرا. لينارد جابوا كاريا صغير في الجبال اسم دافوس، وهو عرفت هناك ست ألمانية من إلزاس جوزتها
بعد الحرب هي أخذت الجنسية الفرنسية، إلزاس راح من ألمانيا لفرنسا. وعشان خاطر هذا الست هو برضو أخذ الجنسية الفرنسية. الفرنسية. يعني من عدو فرنسا وأخذ الجنسية الفرنسية. ده لينات مش لاندروك. لاندروك راح في سويسرا برضو بلد صغير، وعرفت جدتي، هي كان تعبانة مع جدي وقالوا مع السلام. يا خبر الله. وجوزت لاندروك. باباك كان ابن الست من ألزاس. من الست لاندروك. هي أصلاً كانت سويسرية. لينارت كانت من ألزاس. من لاندروك جدتي هي من سويسرا الألمانية. ده كان مشكلة تانية لما جدي جوزتها. عشان الألماني برضه. جدي من سويسرا الفرنسية. والفاميليا كان زعلان قوي ليه جوز واحدة أجنبية. طب وانت علموك ايه اللغه الاولانيه، فرنساوي ولا الماني؟ فرنساوي الاول. كان عندنا هنا في القاهره مدرسه سويسريه ابتدائيه باللغه الفرنسيه، اول لغه اجنبيه الماني. فانت رحت المدرسه دي؟ رحت فيها. هم نقلوا البيزنس هنا مصر وفضلوا يشتغلوا لحد الثلاثينات، اواخر الثلاثينات. 1930 لينا صورت مصر كله من أبو سمبل لإسكندرية، كل الصور المعروفة دي. الصور. وراح كمان فلسطين. لما هم قفلوا من البيزنس هنا ومشوا، البيزنس فتح إزاي تاني؟ هنا؟ أو سعيد وحسن هما الاثنين اللي كان معايا أكثر من 30 سنة. يعني حضرتك اللي جيت فتحت لينارد أند لاندروك تاني ولا باباك؟ و 1924-25 هما فتحوا في شارع الشريف، وده كان مشروع حلو. كان مشروع حلو. وهما اشتغلوا هناك حتى 2016. كنت بتقولي ان انت كنت بتشتغل مش دايما في الصور والكتب، كنت اصلا جيولوجين صح؟ انا فعلا سنة 56 افتكرت ان ما فيش فيوتشر، ما فيش مستقبل في مصر. رحت ألمانيا درست جيولوجيا، وبعد كده اشتغلت تقريبا 10 سنة مع شركة بترول. 10 سنين في البترول. بس كنت اتولدت في مصر وكبرت في مصر. أيوة. طب والعربي مكسر كده ليه يا خوالي؟ ما كنتش في لغة العربية خالص الأيام دول. أنت كنت في المدرسة السويسري دي؟ سويسري، وبعدين في الليسي فرنساوي. في الليسي. وفي الليسي فرنساوي برضو ما كنتش في عربي خلص. العربي جاء والسنة أنا خلصت المدرسة. وأنا بتجول في المكتبة شفت الأوضة التانية مليانة الصور بقى القديمة اللي هي أصل المكتبة والحاجات الحاجة الأساسية اللي الناس بتيجي تتفرج. مظبوط. أيوة. يضايق حضرتك لو نكمل الكلام بتاعنا الناحية التانية؟ بكل سرور. وسط البلد مش بس وسط القاهرة الجميل، ده مكان ثقافي من أكتر من 100 سنة. هنا هتلاقي أي كتاب بتدور عليه، سواء كان رواية، شعر، تاريخ، تراث، أو حتى الكتب الأجنبية. مكتبات ريدرز كورنرز ولينارد أند لاندروك من أقدم مكتبات وسط البلد، ده غير مكتبات دار المعارف في عبد الخالق باشا ثروت. لو بتدور على كتب الأطفال هتلاقيها في مكتبة الكيلاني في شارع البستان، واللي أسسها رائد أدب الطفل كامل الكيلاني. وفي ميدان طلعت حرب مكتبة مدبولي، ودي كانت فرشة كتب وجرايد من أكتر من نص قرن على نفس الرصيف. كل المكتبات دي بتثري الحركة الثقافية مش بس في مصر، لكن في كل مكان في العالم. ده واحد راجل بيشتغل زي لينارد لاندروك. ده راجل بتاع مكتبة. بتاع مكتبة. زميلهم. زميلنا. زميل كار. عارف كار يعني إيه؟ أميتي. فده ده زميل الكار بتاعنا. بالزبط. راجل بتاع مكتبات. دي سنة كام مثلا؟ بين 24 و30. ووالدي عندنا لسه تذكرة. شكرا. تذكرة بتاع السفر. معقولة؟
فاكاتة كل دي تذكرة سفر؟ كان غالي قوي. بكام؟ مكتوب هنا؟ مكتوب فلسطينة. هنا يبقى فلسطينة مكتوب انه فوق فلسطين. انا عارف ان كان 27 جنيه استرليني. دي غالية قوي جدا. الصورة دي من أشهر الصور اللي مصر، البنت بتاعت سيوة دي من أشهر الصور. بس لينارد أخذ هذا الصور في تونس، كان ناس كبيل الأولد نايل، كانوا أصلا من الشرق الجزائر. يعني البنت دي مش مصرية؟ مش مصرية. كل الصور بيبقى مكتوب عليها سيوة جيرل، سيوة جيرل. أنا كنت فاكرة الست البنت دي من سيوة، لأن هما السيوة عندهم، هبقى أوريلك، بصيت على حاجات على الإنترنت، لأن عندهم نفس أسلوب الوشم الكبيل و كبيل أولد نايل، هما من شرق الجزائر. ده بتاع العرقسوس صح؟ ها؟ ما هو ده الحياة اليومية بتتعرف من الصور. يعني إحنا عارفين دلوقتي إن الست دي لابسة قفطان زي القفطان الرجالي، شايلة ابنها، فبتقدر تعرف الناس كانت عايشة إزاي. دوكيومنتيشن، التصوير تاريخ. ده السقة. السقة كان شغل متعب قوي ومع فلوس قليل، بس هو مبسوط. هو بيضحك. هو مبسوط. هو مبسوط. من مصر لينارد راح برضه في فلسطين، صورت القدس مثلا. معقولة؟ أنا أول مرة أشوف صورة قريبة كده. أيوة. من المسجد. أيوة. الأيام دول قريب كده عادي. كان قريب. والدي يا خبر، باباك شكل ليوناردو دي كابريو في الفيلم بالظبط بتاع The Great Gatsby ده بالظبط. وده أنت. وده أنا. مثلا 1923 أو 24 لما لينارد جه في مصر، الأبو الهول كان لسه تقدر تجيله في الرملة. في الرملة. دي كل الصورة دي مشهورة قوي، عشان كل حد بيقعد في المينا هاوس بيحاول يقعد في نفس الكرسي وياكل على نفسه ويشوف الهرم. أيوة. من ورا كده. كان عندي 10 سنة علمت أعوم في المية في بيسين المينا هاوس. بيسين المينا هاوس اللي بتعلم في الأزهر. الحلقات بتاعت الأزهر. رجعنا تاني في الأوضة الجميلة. مين صاحب الفكرة إن كمان في المكتبة يكون فيها الخزف والحاجات الفنون التقليدية المصرية دي؟ الحاجات دول كوم كده بشويش قليل في البداية. افتكر مراتي كان عنده برضو فكرة مع حسن وسعيد، كانوا عايزين شوية حاجات جابوا علشان فهمنا مع الوقت في ناس كتير مش عاوزين يقرا كتب، كله ولا يتفرج على صور؟ ولا يقرا كتب ولا يتفرج أيوة. على صور؟ لا يتفرج على صور. ايوه، بالذات لو في سياح بتيجي لحضرتك فممكن ياخدوا سوفونير كمان في نفس كمان الوقت. طبعا. أيوة. صح؟ فهمتالي. أيوة. دي الفكره. وبرضه في مصريين كتير مبسوطين قوي لما بيشوف الانتاج المصري الحلو. الانتاج المصري الجميل، عندك حق. احنا بقى عايزين نديلك كمان الانتاج المصري الجميل بتاعنا. احنا عندنا زميلتنا ساره دايما بترسم بورتريه للبطل بتاع الحلقه بتاعنا. وريني يا ساره كده. اوه اوه لا لا اوه لا لا، شكلك مصري في الصوت. قوي 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 قوي. شكرا. عفوا. افتح كتاب هتشوف عالم، دنيا كبيرة وملهاش حصر، ومصر دايماً سباقة. كل التاريخ بادئ من مصر. ليه الشرف إن أنا مصر؟ ده تاريخي وكياني وأرضي. أول قراءات الإنسان مكتوبة على ورق البردي، سابقين في علم وفن وطب، وعملنا طفرة في كل مجال. في حاجات كتير قوي من غيرنا كانت هتفضل بس خيال.